قناة بلقيس لها تاريخ يعني مشرف، ولو انها ابتدت يعني لكنها هي لامست الحدث. عام مضى لم تكن فترة كافية لتخترق جدار عتمة الفضاء الإعلامي المغلق والمصادر، لكنها كانت كافية للوصول إلى قلوب وعقول اليمنيين في الداخل والخارج. قناة بلقيس الفضائية المحلية المحايدة لديها برامج سياسية وتغطي أكثر الأحداث في اليمن. قناة بلقيس جد موفقة جدا. بلقيس قناة جديدة مرت عليها سنة، لقد تلمست واقع وواكبت الأحداث وعرجت على موضوع حضرموت وتابعت. اختارت بلقيس الوقوف إلى جانب الضحايا، صورت ووثقت ونقلت أوجاعهم ومعاناتهم وآلامهم. كل الناس ما فيش عدو 5 دقائق وهي بالصالة لما تطبخ، سمعنا القذيفة دري قديمة قلوبة بالصالة. من المهرة وحضرموت إلى الحديدة وعدن ولحج والضالع وريمة، حضرت بلقيس فكانت صوت اليمنيين. نحن كمنظمات مجتمع مدني كانت أغلب التقارير التي نعمل عليها نستند إلى التقارير الإعلامية لقناة بلقيس، من حيث المتابعة بحكم أن تقاريرها أولية وبصورة سريعة ومستمرة. في مثل هذا اليوم وبالتحديد 11 مايو 2015 انطلق البث المباشر لقناة بلقيس، حينها كانت الميليشيا تختطف الدولة وتجتاح المدن، وكان الصحفيون معرضون للقمع والاختطاف والموت، وكانت التهديدات تطال الجميع. خلال هذه الرحلة المريرة نزفت الحقيقة دما. استشهد مراسل القناة في دمار عبد الله قابل، وما زال مراسلها في مأرب عبد الله القادري يحمل إصابته إلى اليوم، وحتى الآن لا يزال مكتبها مغلقا في العاصمة صنعاء بعد مصادرة أجهزته ومعداته. أفلحت الميليشيا في إغلاق ومصادرة العدسات، وزجت بأصحابها في السجون والمعتقلات، وفخخت كل مساحة التغطية الميدانية، لكنها لم تفلح في إسكات الشهود، وبقيت بلقيس شاهدة على الحقيقة ناقلة لها. وهو ما يجعل البعض يسابق الزمن في نقلها حتى ولو كلفه حياته.